من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقيل يا رسول الله أهو الموت؟ وكلنا يكره الموت. فقال لا، ولكنه المؤمن حينما تكون الوفاة يبشر برحمة الله فيقبل على الله، فيقبل الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني شوف ثم استقاموا، يعني استقاموا يعني يسيرون في حياتهم وفق منهج الله سبحانه وتعالى، يعني في استمرار في الطاعة واستقامة على الطاعة في حياتهم، تتنزل عليهم ليه الملائكة في آخر حياتهم، في لحظات الاحتضار، في لحظات الوفاة بتتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. سبحان الله، يعني تخيل أنت مثلا في موقف يعني أو في قربة من القربات، ويأتيك بشير مثلا أو رسول من عند إنسان مسؤول يقول لك لا تقلق لا تحزن ويبشرك. فلذلك الله سبحانه وتعالى ينزل لك خاصة ملائكة تسمى بملائكة الرحمة تبشرك وتقول لك لا تقلق ولا تحزن، وتبشرك برحمة الله. يا رجل، ده أنت حتى لو لم ترد الموت تريد من روحك أن تخرج من جسدك حتى تلتقي الله سبحانه وتعالى، صح هذا؟ لا، هذا ما قاله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ألا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.